واحد بيقول هل عقوبة الله لآدم وحواء هي على خطية عصيان لكلام الله أم على اشتهاء الإلوهية والمعرفة؟ على كله. يعني ايه خطية آدم وحواء؟ خطية معقدة فيها عصيان لله وفيها اشتهاء للألوهية وفيها ان النسيان او عدم تصديق الله او تصديق الحية وتكذيب ربنا او عدم الايمان بكلام ربنا انهم يموتوا، او فيها ايضا فهم حفظ الوصية دون العمل بها، لان حواء الله ينيح نفسها في فردوس النعيم ومنا وجدتنا الفاضلة من الدرس المنكر، لما سألت الحية هو ربنا قال لكم تاكلوش؟ قالت لها لا، ده قال الشجر اللي في وسط الجنة لا تأكل منه ولا تمساه. كلمة ولا تمساه دي يعني تدقيق شديد من أمنا يعني قدس الله روحها. وفي نفس الوقت غلطت، فكانت تحفظ الوصية نظريا ولا تنفذها عمليا. انا خايف لا تكون سمعاني دلوقتي وتعمل لي اسم الستات ربنا يستر علينا منهم. لا، لكن فيها حنان الأمومة، هي مش مجرد ست